متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في الفيديو سوف أتحدث على موضوع كنت أتحدث عليه في فيديوهات سابقة، ألا وهو الزيادة في الوزن. بطبيعة الحال كما تعرفوا أن هناك مجموعة من النساء وكذلك الفتيات بطبيعة الحال يقتنون بعض الأدوية من داخل الصيدلية من أجل الزيادة في الوزن. والغريب في الأمر أن تلك الأدوية بطبيعة الحال ليست مخصصة للزيادة في الوزن، ولكن هي تعطى لأغراض طبية أخرى. على سبيل المثال كما تلاحظون أمامكم قرصين مختلفين بأسماء تجارية مختلفة، ولكن تشترك في مادة عالمية واحدة، الا وهي بيتا سين وسيليسين، ولكن فيهم المادة العالمية اللي هي لا بيتاميتازون، يعني فهي مضادة للالتهاب ليس للزيادة في الوزن. الا ان النساء بطبيعة الحال يتهافتن الى استعمال هذه الاقراص دون استشارة طبية من اجل الحصول على وزن زائد بطبيعة الحال، وذلك الوزن فهو غير صحي وله اضرار على صحة الانسان، من بينها هشاشة العظام، العقم، الى غير ذلك. اذا يجب التوقف عن استعمال هذه الادوية بطبيعة الحال لانها خطيرة على الجسم. اذا هدف ما يخسر فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. إذا استفدتوا دعمونا بلايك واشتراك. إلى فيديو جديد آخر وإلى اللقاء.